صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشأن عطلة عيد الفطر المبارك لعام 1445 هجرية. وجاء في التعميم أنه بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1445 هجرية تعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم العيد واليومين التاليين له، وإذا صادف أحد أيام العيد يوم عطلة رسمية فيعوض عنه بتمديد العطلة يوما آخر.